أولا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا اليوم الجميل واليوم كبير عند الله سبحانه وتعالى. واليوم كنت واجد مع واحد الإنسان اللي عزيز وغالي عن جميع المغاربة في أوفنباخ، هو الدكتور مجيد الحمدوشي اللي غيعطيني ارتسامات ديالو حول هذا الفطور اليوم. وكي كان الفطور مع السي مجيد، ومرحبا بك معنا اليوم في هذا النهار الكبير عند الله. السلام عليكم، السلام عليكم برا الناس، السلام عليكم رفديا. هذا النهار جيت باش نكون مع نحاضر مع اخوان ديال اف سي ماروك، نفطر معاهم هذا اليوم ان شاء الله. غدا يكون العيد وشكرا على الرده ديالكم. ومهم هدف ديالكم اللي فهمت، تجمعوا الناس وتعاونوا الناس باش يلعبوا كره. وشنو الهدف ديالكم بالضبط؟ والهدف ديالنا ان شاء الله وهو بحضارة الجمهور، بحضارة سي مجيد الدكتور مجيد الحمدوشي والإخوان كاملين، باش إن شاء الله يكون المستقبل لهذا الفريق مستقبل جيد، باش إن شاء الله نكونوا دائما إخوة. كي درنا هذا الفطور اليوم اللي هو كان في 99% اللي سي مجيد هو اللي أعطى النظرة وأعطى الملخص باش يكون هذا الإفطار اللي هو أول مرة في شهر رمضان، شهر مبارك رمضان، اللي كنشكر سي مجيد اللي هو كان كافح فهاد باش يكون هذا اليوم هذا الملاقاة. الحمد لله نشكره الشكر الجزير. وحنا اللي كنطلبوا هو الهدف ديالنا وهو إن شاء الله باش يكون يوميا هذا الافطار يوميا مع الاخوان اللي نجتمعوا ونتلاقاو باش ناسسوا هذه الفرقه اللي هي محتاجه الاخوان باش يحضروا معنا ان شاء الله. شكرا سي عبدو. غادي ننتقل الان لسي مجيد الحمدوشي الدكتور ديالنا. دكتور، كيفاش كانت الاجواء اليوم ديال رمضان وانت كتفطر مع هاد الناس وكتحس براسك بلي انت واحد من هاد الناس؟ كيفاش كتحس براسك اليوم؟ تنحس راسي مزيان الحمد لله، لقيت الراحه ديالي وفرحان قدر نساعد ونعاون خوتي ديال اف سي ماروك اوفنباخ، وهذه بشي اول مره وبشي اخر مره ان شاء الله. وان شاء الله نكون دائما معكم، حاجه اللي قدر نديرها نساعدكم، وبغيت هاد الناس اللي تتفرجوا فينا يساعدونا حتى حنا، وان شاء الله دائما تكونوا معنا وتعاونونا في كل طريقه اللي قدرتوا. Und ich sage es kurz auf Deutsch. Also wir sind heute hier zum gemeinsamen Fastenbrechen bei FC Maroc in Offenbach. Und es ist eine Ehre, hier zu sein. Es hat mir Spaß gemacht. Morgen ist Eid, inshallah. Und wir werden immer dabei sein. Ich werde diese Mannschaft unterstützen, so gut ich es kann. Und ich hoffe, auch ihr da draußen unterstützt uns bei diesem Projekt. Und ich wünsche mir, dass alle Landsleute und Freunde hier in Offenbach und im Umkreis uns unterstützen. Dankeschön. Danke. شكرا لكم، شكرا اللي كيدعم فريق اف سي ماروك اوفنباخ، شكرا دكتور، شكرا سي عبدو، شكرا اللي ساهموا في هذا الفطور اليوم وكانوا في اعلى مستوى. كنشكركم دائما وكنقول لكم مبروك عيدكم والى اللقاء. اولا السلام عليكم، مرحبا بكم في مدينه اوفنباخ اللي كنتواجدوا بمقر ديال النادي ديال فريق اف سي ماروك ديال اوفنباخ، ومعايا رئيس ديال الفريق ديال اف سي ماروك اللي كنقول لكم مبروك عيدكم اولا، ومبروك هذا النهار الكبير اللي استقبلونا فيه اف سي ماروك ودارنا واحد الحفل كبير بالفطور وبكل شيء اللي كنتمناو كل لعاب هنا او في اللجنه او منخرط اللي كانوا جاوا معروضين اليوم لاف سي ماروك وما قصروش من جهدهم، والحمد لله داز كل شيء في المستوى. والان معايا رئيس الفريق سي عبدو اللي غنعطيه بعض النقاط اللي غيوضح لنا اف سي ماروك اي سنه تاسس وشنو هي المؤهلات اللي عنده اللي كيطمح ليها وشنو هو الهدف ديالو اللي عنده في المستقبل. شكرا. الفريق الوطني تاسس في 1986، كانوا الاخوان المؤسسين القدماء منهم فشات عبد الغني نشكره الشكر الجزير، منهم دردور ميمون، دردور حسين، والاخوان لي كلشي اللي عاون في هذه الفرقه نشكرهم شكر جزير. نعم، هذا من الاخلاق ديالكم، التربيه ديالكم اللي كتشكروا الناس اللي ساهموا في هذا الفريق هذا وعطوا الكثير كلاعب فشات اللي كان من احد العناصر المهمه في فريق ديال اف سي ماروك واللي عطات كثير، والحمد لله كنتمناو له دائما طول العمر. اعطيني
العاب اللي كان عندكم في المستوى، والحمد لله وصل واحد المستوى بحال أردون فلاح اللي كان في اف سي ماروكو، اف سي ماروكو انتقل الى فريق انتراخت فرانكفورت، ومن بعد انتقل الى الخليج اللي الان كيتواجد الحمد لله هنا في ديال المانيا بمدينه اوفنباخ. واه الحمد لله كان حنا كنا في 1994 كنا طلعنا البيتسيكس ليغا، وكانوا عندنا لعابة تبارك الله في المستوى قوي جدا، في المستوى قوي، ولكن مع الأسف كان في الغرض ديالهم باش يجلسوا معنا في مدينة أوفنباخ، ولكن مع الأسف كان الدعم يعني ما كناش نقدوا باش احنا ندعموا هاد اللعابة باش يقعدوا باش يكون المستوى العالي باش يبقاو معنا في هذا الفريق، ولهذا أعطيناهم حتى احنا الحرية باش إن شاء الله كان عندهم المستقبل باش يمشيوا لفريق أخرى، وراهم الحمد لله فريق، والحمد لله اليومين هذا ما نساوش الفريق ديالهم، ما نساوش الفريق ديالهم اللي طلعهم لواحد الدرجه باش زادوا لقدام، ولهذا نشكرهم الوالدين ديالهم اللي عطاو لهم الحريه باش يجيو عندنا لهذا الفريق نتاع مدينه اوفنباخ، والحمد لله نطلبوا ورحنا مستعدين باش نزيدوا لقدام ان شاء الله، والمطلوب ديالنا وهو المعاونة استمرارية والمعاونة باش يكون إن شاء الله الفريق في أوفنباخ كيف بغينا حنايا. هذا هو النقطة الأساسية اللي غنتكلم لك عليها، هو أن الدعم من كتاخذوا الدعم من أي جهة، مثلا من البنك الشعبي أو وفا بنك أو القنصلية، شكون اللي كيدعم هذا الفريق؟ ومن 1986 والفريق باقي واقف على رجليه، شنو هو السر ديال هذا العمل اللي كتقوموا به أنتم كالجنة او كمنظمين او في الفريق ديال اف سي ماروك او اوفنباخ؟ احنا حقيقه 1986 ليومنا هذا كان فيها واحد مره واحده اللي كانت القنصليه عاونتنا ب 1100 مارك ذاك العام، هذه ونقول لك واحد 12 14 سنه، ومن ذلك الوقت ما عندناش شي واحد اللي كيساهم في هذه الفرقه واللي يعاون هذه الفرقه. احنا عندنا الاخوان، احنا 6 ولا 7 بينا في اللجنه كنخلصوا كندعموا كنخلصوا بجيبنا، وكان خطره كنمشيو عند الاخوان السي علي الكوافير الحلاق في مدينه اوفنباخ، ومحمد الحلاق في مدينه اوفنباخ اللي كيساهموا معنا، وكان الاخوان كان الحمداوي سمير، وكاين السي احمد عريوش اللي عاوننا حتى هو ماديا، وعاوننا حتى هو عطاونا سيرفيتمون باش اللعابه يلعبوا. نشكرهم بالبلدله الرياضيه، نشكره شكرا جزيلا باش نساهموا باش ندعموا الاخوان وباش يفرحوا، حتى اللعابه ديالنا كيفرحوا من يشوفوا بدله جديده، ولهذا ان شاء الله يكون نطلبوا باش يكون احسن واحسن واحسن. شكرا. هذا كنت نظن اننا تكافينا بهذا الوقت هذا مع السي عبدو رئيس فريق اف سي ماروك اوفنباخ، وكنتمنى اننا الرساله وصلت للناس اللي الغيورين على فريق اف سي ماروك اوفنباخ، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الرساله ديال السي عبدو توصل بواحد الطريقه سريعه ان شاء الله باش يساهموا مع الفريق ويعاونوه ان شاء الله. واخر كلمه نخليها للسي عبدو هو اللي يقول. نعم شكرا. اخر كلمه اللي بغيت نقول انا وهي كنشكر الشكر الجزير والشكر الكبير كيمشي للعابه ديال النادي، اللعابه ديالنا اللي دعم هذا الشيء اللي الفلوس ناقصين وداك الشيء، واخا هكاك ساهموا معنا ولعبوا معنا، واخا كيلعبوا 90 دقيقة ويخلصوا تبارك الله عليهم كيخلصوا بجيوبهم، ولهذا نشكر اللعابة ديالنا الشكر الجزير، ونشكر لونترينور ديالنا السي مراد أفقير اللي حتى هو ساهم في هاد الفرقة، وهذا الشيء اللي عندي نقول. ونشكر الإخوان اللي راهم يساعدونا، منهم أحمد العلالي، منهم البركاني حميد، منهم جعطيط حسين وسامير الحمداوي، ونشكر الاخوان اللي تابعينا واللي راهم ان شاء الله غادي يعاونوا هذه الفرقه. والحمد لله هذا فضل من عند الله اللي كنشوف هذ الاخوان اللي كيساهموا فريق اف سي ماروك اوفنباخ، وكنتمنى لكم عيد سعيد مبارك سعيد، وتنتمنوا دائما تكونوا بخير، والى اللقاء. شكرا. اولا السلام عليكم مره ثانيه، كنتواجدوا بمقر نادي اف سي ماروك اوفنباخ، ومعايا واحد اللاعب مخضرم، لاعب في المستوى العالي، حارس ممتاز، حارس اللي عطى الكثير اف سي ماروك اوفنباخ، وكنتمنى يكون خفيف على القلب ديالكم ان شاء الله، اللي غنعطيه الكلمه الان سي اكرم. مرحبا بك.
شكرا شكرا بزاف. انا اكرم الغيم مقيم باوفنباخ، كنلعب في هذا النادي 10 سنين تقريبا، وهذا النادي هذا كون تكوين زعما جميل جدا، الصاهرين عليه المساعدين، الناس اللي كيخدموا واخا الناس ما عندهمش وكيجبدوا من جيبهم وداك الشيء، وصاهرين على هذا النادي اللي كيجمعنا باش ما نمشيوش للمقاهي ونمشيو للديسكوات وداك الشيء، كنجيو للفرقه نلعبوا مع الفرقه ديالنا هي الاوف تي ماروك اوف مباخوكا، واخا هي فريق الهوات ولكن ليها واحد الدفع واحد طخ كبير لينا، حيت كنجيو كان ثقل كبير لينا اللاعبين، كنتجمعوا مع حنا في الغربه كنتجمعوا كاخوان مغاربه كلاعبين، كنجمعوا كنضحكوا مع بعضياتنا، وفي رمضان عاود كنجمعوا كنترينيو مع بعضياتنا، هذا شرف كبير لينا، وانا فرحان لانني كنتمي لهذه الفرقه هذه، حيت هذه الفرقه هذه مكونه جيل زوين صغار الكبار، وفرحه وكناشد زعما الناس اللي باش غيرين على الفرقه باش يزيدوا يساعدوا يزيدوا من عندهم، وكنشكروا الناس الساهرين على هذه الفرقه اللي كيسهروا كل اسبوع ثلاثه المرات خصو يجي للفرقه باش يكون مع اللاعبين باش يشوف شنو بغاو اللاعبين باش يساند اللاعبين، ويوم الاحد خصو يسافر معهم المقر فين غيلعبوا الكره، هذا شرف زعما كبير لهاد الناس الساهرين، شرف كبير ربي اللي غادي يجازيهم على هذا العمل هذا، وحنا كنشكرهم كلاعبين حيت حنا غير هوات، ولكن هذا الفريق وهذا الفريق هذا كيجمعنا باش ما نمشيوش نقوموا باعمال غاده، بنادم كيخدم كيسالي كيجي تريني عنده بروغرام كيعيش بروغرام، وهذا البروغرام هذا لو كان غادي يتحول ما يبقاش هذا الفريق، بزاف ديال الاجيال قدو يضيعوا، بزاف ديال الدراري قدو يمشيو المقاهي سير لهي قدو يديروا حوادث يقدو يديروا بزاف ديال الحوايج اللي هي ما صالحاش لهذا الفريق، وحنا كنشكروا بزاف 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 الناس الساهرين على هذا الفريق، شكرا 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 من القلب. عندي واحد الكلمة للأخ أكرم، وهذا سؤال وجيه اللي غنوجهه لسي أكرم، نقول له كيفاش كانت الأجواء داخل فريق اف سي ماروك أوفنباخ، وكيفاش كنتوا كتعاملوا كفريق؟ هذا هو الأساس، واش كاين واحد الانسجام، كاين واحد الحب الفريق، كاين واحد كما نقولوا كقلب واحد فريق اف سي ماروك أوفنباخ، هذا هو السؤال ديالي الوجيه اللي غن. أخ عبدو، هذا السؤال كنت كنتظرو حيت باغي نجاوب عليه جواب حميمي، لان اف تي ماروك انا لما جيت نهار الاول اف تي ماروك هي اوفنباخ، ساكن في اوفنباخ، ما كنتش كنعرف بزاف ديال الناس، ما كنتش كنعرف بزاف ديال المغاربه، ولكني من هذا الفريق ولاو عندي اصدقاء واخوه وعائلات اللي انا كنعرفهم في مدينه اوفنباخ، وهذا جميل 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 جدا، لان عرفت فيه الناس الطيبين والناس اللي كيجيو حتى هما من المسجد يصليو هنايا، المكونين عقليا، وداك الشيء هذا اللي خلاني هذا الفريق كنبغيه الى يومنا هذا، وما نقدرش نبدل هذا الفريق ونمشي لاي فريق، حيت اف تي ماروك عندي في القلب وفي الدم كيمشي. شكرا لاف تي ماروك، شكرا 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 شكرا، وشكرا للصاهرين على اف تي ماروك. اخر كلمه للسي اكرم، وغادي يشوف الكاميرا مباشره وتنادي الغيورين على اف سي ماروك باش انهم يساعدوا هذا الفريق ويكونوا ساهرين معاه كما كيسهر السي عبدو والاخوان ديالو اللي معاه اللي في هذا الفريق هذا، وكيعطيو الكثير لا بالقليل او بالكثير، هما دائما كجند واحد كيسهروا على هذا الفريق. السي اكرم اليك الكلمه واخر كلمه. كنقول للاخوان اللي كيشوفوني عبر الكاميرا، الله يرحم الوالدين، هذا نداء من اخوكم مغربي اللي غايور على هذا الفريق ديال اوفنباخ، يجي ويساعد ويشوف الفريق عادي، يساعد يشوف الناس اللي في الفريق، ان الناس اللي في الفريق راه ناس قارين، ماشي ناس غير جايين من الزنقه، الناس قارين كتلعب الكره هوات كيغيروا على هذا الفريق، حنا هذا الفريق بغيناه يكون حتى للمستقبل، الاجيال اجيال اجيال اللي جايه تفتخر به، يقول شنو خلونا جدودنا شنو خلونا بواتنا، لذلك كان نادي اي مغربي حر كيغير على بلاده انه هذا الفريق اف تي ماروك يجي ويشوف ويعاون خوته فين ما كان، حيت هذا الفريق ديال العموم ديالنا وديالكم وديال كلشي، فين كان كما نقولوا مرحبا بهم، وشكرا شكرا شكرا بزاف. اخر كلمه نعطيوها لسي عبدو وفي حق اكرم، كيفاش كان اكرم في الفريق، وكان واش كان في لا ديسيبلين، كان مستوى عالي؟ مرة ثانية غنسول السي أكرم على كيفاش كان أكرم في الحراسة مع اف سي ماروك، وكيفاش كانت الأخلاق ديالو والتربية ديالو، وكيفاش كان مع الزملاء ديالو داخل الملعب وخارج الملعب، هذا اللي غنسول عليه السي أكرم الحارس ديال اف سي ماروك أوفنباخ. والله إلا اللعب مع اف سي ماروك كان كيعطيني واحد الروح ديال الغربة، كنحس راسي أنني متواجد في بلادي،
وخا كنلعب الكره كنحس راسي سعيد مع اصدقاء ديالي والاخوان ديالي المغاربه، كان كيحفزني باش نكون ديما تما ديما نجي، حيت كنفكر عندي اصدقاء ديالي راهم غيتسناوني تما. في المغرب كان ليا كلشي، كان هو واحد الحياه ديالي، واحد الطخ اللي كيزيد لي كيزيد في الحياه ديالي اليوميه. اوكي انا كنت الحارس مع اف تي ماروك، كان اوكي كنت مزيان الحمد لله، كنت مقابلات مقابله كتكون كنكون فيها حارس قيم، مقابله كنكون فيها ضعيف شويه على حسب الظروف، والحمد لله كانوا عاود الاصدقاء ديالي كيساعدوني النهار اللي ما كنكونش انا فيه في المستوى كيكونوا هما في المستوى. وكيما قال لك حنا داير كنا كيما قال لك حنا دايرين بحال واحد الجسم، الا مرض فيه غير واحد كندعى، والحمد لله كنت مزيان عائله. هذا كيشرفني كثير وكيشرفني كذلك نسمع هذا من لاعب وحارس في اف سي ماروكو واخلاق وتربيه، هذا كيشرفني وانا سعيد جدا كنلتقي مع هذه الوجوه المنوره الحمد لله، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك السعيد. اللي غنعطي الكلمه الان سي عبدو، كيفاش كان الحارس اكرم داخل وخارج الملعب؟ نعم الحارس اكرم الري كان واحد من الاحسن اللاعبين يعني اللي كانوا هنا في افتي ماركو في مباخ، اللي انا نقول شخصيا نقول كان عنده هو باش ماشي يلعب غير في هذا النادي، كان عنده باش يكون في نتيجه كبيره، ولكن الحمد لله ساهم معنا وقعد معنا عطى النتيجه وقعد معنا 10 سنين وليومين هذا كان طالبه راه الحمد لله جون صغير عاد كان طالبه باش يكون وراه باش يكون مع الفريق وما يساهم بالخبره ديالو وبالوعي ديالو والضحك ديالو والنشاط ديالو، واخا كان ماشي داخل يعني واخا كان برا يعني كيكون معنا عائله، حنا ولينا عائله ودعمنا كاملين والحمد لله عندنا لعابه درك قلت السميات ديالهم كاملين، نذكروا حسين ابركان عميد الفريق اللي هو حتى كانت عنده نتيجه، كان عندنا جعطيت ياسين، كان عندنا جعطيت نبيل اللي هو لاعب فخير لاعب ممتاز اللي هو عنده الغرض يكون في الدوزيام ديفيزيو عنده نعم. عندي سؤال سي عبدو على ذكر ان جعطيت ياسين اللي كان مشى انتقل لفريق اخر والحمد لله السنه هذه رجع للفريق ديال اف سي ماروك اوفنباخ، اش تقول انت كمسير على هذا اللاعب والرجوع ديالو الى اف سي ماروك اوفنباخ، فريق الام فريق الحضن فريق كما نقولوا هو اللي دعم اللاعب ياسين جعطيت؟ يعني جعطيت اللي كان في قطر هو يعني ما كانش عندنا هنا في النادي، كان شي لاعب كان تما جعطيت خوه تفيلينغ برودا حنا كنقولوا الاخ توام على ياسين. نعم ياسين كان كياسين واحد لاعب عنده واحد المستوى عظيم واحد المستوى اللي هو، ولكن واخا كيقول لك انا نموت مع بلادي ونموت مع الفريق في اوفنباخ وكان لعبوا الحمد لله حنا النتيجه وشنو هي واش كنديروا هنايا؟ حنا النتيجه هي كنلعبوا للدوله، نلعبوا للمغرب، نلعبوا للنجمه حب الوطن، والله ينصر الله ينصر سيدنا، الله ينصر الملك ديالنا وينصر جميع الاخوان اللي عاونوا هذا اللي راهم يدعموا ويعاونوا هذه الفرقه، ونشكر الكاميرا الان الاخر اللي جيتوا عندنا وكبرتوا هذا كبر شريف باش تكون عندنا حنا، راه اول مره جي عندنا الحمد لله هنا اخوان افديا من الافديا جي عندنا هنا وباش يطلع هاد الفرقه باش يبين السميه ديالنا، الله ينصركم والله يخليكم لينا وان شاء الله نشوفكم نتعامل دائما بخير وعيدكم مبارك سعيد، ونتمناو للامه المسلمه والامه لجميع المغاربه وجميع المسلمين ان شاء الله عيد سعيد ومبارك سعيد وبالصحه والهنئه، وحنا دابا رحنا في بلاد الخارج الوطن والحمد لله راه حنا خصنا نكونوا يد واحده وقلب واحد واخوان، وشكرا لكم شكرا جزيلا. كنشكر بدوري كنشكر السي عبدو رئيس فريق اف سي ماروك اوفنباخ، واخر كلمه غنعطيها للسي اكرم حارس اللي كنقول حارس ممتاز ديال اف سي ماروك اوفنباخ، اخر كلمه ونخليه يتكلم مع الكاميرا مباشره.
اخر كلمه هي مبروك العيد لجميع المؤمنين فيما كانوا في بلاد المغرب في بلاد المشرق في جميع العالم. كنباركوا لهم العيد وكنقول لهم بهذه المناسبه راه اخوان اف تي ماروك اوف مباخ كتنادي كل مغربي كل مؤمن انه يساعدها انه يكاتف الجهود لمساعده هذا الفريق الصغير النامي باش ان شاء الله يوقف على رجليه. وهذا شرف لنا كبير بالاخوان اللي جا كل شيء مرحبا بكم اوف مباخ فرانكفورت كل شيء شكرا جزيلا لكم لاختكم. وهذا هو النداء ديالي الاخير شكرا. كان بدوري كنشكر السي عبدو وكنشكر السي اكرم وكنقول لكم دائما ايها المؤمنون ايها المسلمون مبروك عيدكم ودائما تكونوا فرحانين دائما تكونوا دائما في المستوى العالي والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.